ما هو التوحيد؟ va à tawhid ou va à définition à tawhid. قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ Det kan en du blir spurt, er du muahid, en som tilber kun Allah? تقول نعم أنا موحد. يقول اشرح لي التوحيد. Han, du sier til han, ja, jeg er muahid, jeg er en som tilber kun Allah. Så blir du spurt, forklar meg hva tawhid er. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. Tawhid er å engjøre Allah سبحانه وتعالى, de tre typene tawhid. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. أمور خاصة بالله لا يشارك في أحد. Der, altså en gjør Allah subhanahu wa ta'ala det som tilhører kun han. توحيد الربوبية. توحيد eller en gjør Allah subhanahu wa ta'ala i hans herreskap. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الخلق، الرزق مثلا، نعم. توحيد i herreskap, det betyr å en gjør Allah subhanahu wa ta'ala i hans handlinger, sånn som skapelse og forsørge. نعم. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ونمبر 2 توحيد إي تلبيلسة والله سبحانه وتعالى ده بتيرو ينير الله سبحانه وتعالى أل فورم فو تلبيلسة. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. نمبر 3 أرو ينير الله سبحانه وتعالى ينس نام وانس أتريبتر. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. في بكرفتر all det Allah سبحانه وتعالى بكرفتر for seg selv og det profeten صلى الله عليه وسلم بكرفتر for han fra navn og attributter. ننزه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. Og vi opphøyer Allah سبحانه وتعالى fra å bli sammenlignet med sine skapninger. نؤمن ونصدق ونسلم ولا نسأل كيف أو لما والله أعلم. Vi tror og vi overgir oss til Allah subhanahu wa ta'ala, og vi spør ikke hvorfor eller hvordan er det sånn. Allahu a'lam.